لقد أصرت الأسماك الذهبية بألوانها النابضة بالحياة وحركاتها الرشيقة قلوب الناس حول العالم لعدة قرون. أصبحت أسماك المياه العذبة الصغيرة هذه موطنها شرق آسيا أحد أكثر الخيارات شيوعاً للحيوانات الأليفة في أحواض الأسماك. في هذه الحلقة سوف نستكشف بعض الحقائق الرائعة والفروق التي تجعل السمكة الذهبية فريدة من نوعها. يمكن أن تعود أصول السمكة الذهبية كراسيسوريتس إلى الصين القديمة منذ أكثر من 1000 عام. تم تربيتها في البداية من سمك الشبوط بروسي لأغراض الزينة خلال فترة عائلة تانغ. مع مرور الوقت تم تربية الأسماك الذهبية بشكل انتقائي لألوانها الرائعة وسماتها الفريدة من نوعها، مما يجعلها متنوعة بشكل كبير في الخيارات التي وما بعدها اليوم. أصناف الألوان المتنوعة. واحدة من الخصائص المميزة للأسماك الذهبية هي المجموعة المتخصصة من الألوان والأنواع التي تعرضها. يمكن العثور على السمكة الذهبية بظلال من اللون الأحمر والبرتقالي والأصفر الذهبي ومجموعات مختلفة من هذه الألوان. تشمل بعض الاختلافات الألوان الشائعة للأسماك الذهبية البرتقالية، الكلاسيكية، والذهبي المعدني، والكليكو ذات بقع من اللون الأحمر الداكن والأبيض، وسمكة البندا الذهبية والتي تحتوي على علامات سوداء وبيضاء تشبه دبل البندا. تتميز الأسماك الذهبية بأنها قابلة للتكيف ومرنة، مما يجعلها مناسبة لمختلف البيئات المائية. يمكنهم البقاء على قيد الحياة في نطاق واسع من الظروف المائية، لكنهم يفضلون درجات الحرارة بين 65 درجة فهرنهايت و 78 درجة فهرنهايت، 18 درجة مئوية إلى 26 درجة مئوية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الأسماك الذهبية بقدرة فريدة على تحمل مستويات الأكسجين المنخفضة بسبب خياشيمها المتخصصة. تشتهر الأسماك الذهبية بأشكال أجسامها الفريدة والتي تم تربيتها بشكل انتقائي على مدار قرون. تشمل بعض أشكال الأسماك الذهبية الشائعة السمكة الذهبية العادية بجسمها الممدود وزعانفها المتدفقة، والمذنب الأنيق بجسم انسيابي وذيل طويل، وأوراندا ذات الجسم المستدير مع نمو رأس بارز يسمى وين. وتشمل الأشكال الشائعة الأخرى سمكة ريوكين بمظهرها الأحدب، وسمكة التلسكوب الذهبية الرقيقة ذات العيون البارزة. عندما يتم الاعتناء بها بشكل صحيح، يمكن للسمكة الذهبية أن تعيش لفترة طويلة بشكل ملحوظ، في حين أن متوسط عمرها حوالي 10 إلى 15 عاماً، فمن المعروف أن بعض الأسماك الذهبية تعيش لعدة عقود. في الواقع، عاشت أقدم سمكة ذهبية مسجلة لمدة 43 عاماً. على عكس الاعتقاد الشائع، فإن الأسماك الذهبية ليست مخلوقات منعزلة. إنهم يزدهرون بصحبة الأسماك الذهبية الأخرى ويستمتعون بالتفاعلات الاجتماعية. إن إبقائهم في أزواج أو مجموعات صغيرة يمكن أن يوفر التحفيز الذهني ويعزز صحتهم بشكل عام. يمكن أن تنمو الأسماك الذهبية بأحجام مختلفة حسب بيئتها وظروفها المعيشية. في حوض السمك القياسي يمكن أن يصل حجمها عادة إلى 15 إلى 20 سنتيمتر. ومع ذلك، عند وضعها في حمامات السباحة الخارجية أو البرك الكبيرة، يمكن أن يتجاوز طول بعض الأسماك الذهبية 30 سنتيمتر. تتمتع الأسماك الذهبية بالقدرة على القفز من الماء، خاصة عند التوتر أو عندما تشعر بوجود خطر وشيك.
لذلك من الضروري توفير غطاء أو شبكة آمنة للحوض لمنعهم من الهروب. تتمتع السمكة الذهبية برؤية بانورامية بفضل عيونها الموضوعة على جانبي رأسها، وهذا يسمح لهم بالرؤية في اتجاهات مختلفة في وقت واحد، وهو أمر مفيد بشكل خاص للكشف عن الحيوانات المفترسة المحتملة. لا تزال الأسماك الذهبية بألوانها المبهرة وأشكال أجسامها الفريدة وقدرتها على التكيف الرائعة خياراً مفضلاً لعشاق أحواض الأسماك في جميع أنحاء العالم. من أصولها القديمة في الصين إلى تنوع ألوانها المتنوعة وأشكال أجسامها المميزة، تقدم الأسماك الذهبية لمحة ساحرة عن عالمهم. إن طول عمرهم وطبيعتهم الاجتماعية تجعلهم رفاقاً محددين لأولئك الذين يقدرون جمالهم وسحرهم.